الكرامة هو اعتزاز الإنسان بهويته، اعتزاز الإنسان بنفسه، وده له أهمية كبيرة قوي في الحياة. ليه؟ أنا لما بعتز بنفسي ما بسمحش بإهانة هويتي، ما بسمحش بإهانة ديني ثقافتي، ولكن باحترام. ما بزلش نفسي عشان طلب من حد، لأني دايما بطلب وأنا معتز بنفسي، ولو لي حق بطلبه بس بطلبه باحترام مش بإذلال، وما بقدمش تنازلات عن أخلاقياتي والمعايير اللي أنا حطيتها لنفسي كأخلاقيات للحصول على غرض أو طلب. الغاية لا تبرر الوسيلة، وما يكونش الثراشولد اللي بزعل منه واطي قوي، يعني لما أزعل أزعل من حاجة كبيرة، ما امسكش في الرفايع ده هي تقصد كذا ده هو يقصد كذا، وادور على الكلام اللي بين الجمل، يعني ادور على المعاني اللي بين الجمل، بس نتيجه حساسيتي الزياده انا بفكر بالطريقه الخاطئه دي، فبخسر ناس حواليا كتير بيحبوني، وبتالم واللي قدامي مش قصدي يقلمني خالص ولا في دماغه خالص، بس انا عشان حساس زياده وحاطط كرامتي كده فوق قوي قوي، فبوجع نفسي كتير والناس مش قصده توجعني المرحله دي. ففي فرق بين الاثنين، لان انا بدي لنفسي حجم كبير عشان انا من جوه ضعيف وحساس، فعملت حاجه اسمها رياكشن فورميشن، عملت العكس تماما، انا مش فقد الثقه في نفسي، فاعمل ايه؟ اقول لا ده انا كتير قوي، ده انا كبير قوي وكلكم لازم تحترموني وكلكم لازم تشوفوني كتير قوي، واتعامل بكبر بتعالي، وده بيدل على مشاكل نفسيه، وقليلين من الناس دي بتلاحظ ده، بتبقى very defensive يعني مستعدة للهجوم لو قربتي من الجدار اللي هو حطه عشان يحمي بيه نفسيته، فيبتدي بقى عصبي جدا ويوجعك قوي ويكسر فيكي قوي. ربنا قايل لي اتعامل حلو، فما بحسبهاش يستحق او لا، لان انا بتعامل بما داخلي مش بقيمة من يستحق ان يعامل. هذا مفيش حاجة حد يستحق حد لا يستحق، فحسن المعاملة ده مني أنا مش من اللي قدامي، مش هو كويس أو وحش. أنا ما بتنزلش عن حقي، ولكن في بعض الأوقات في حقوق ما تستاهلش أتمسك بيها واتخانق عليها. عارفة السلام النفسي ده يسوى ملايين. لا ما يقللش، ليه؟ أنا مستنية إحسان ربنا ليه، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. شوفي الأهداف الأعلى وإحنا بنتعامل مع البشر، وما ننساش ولا تنسوا الفضل بينكم. وبعدين ربنا في القرآن ايه قال ايه؟ واذا خاطبهم الجاهلون قالوا ايه؟ سلامة. ده جاهل، ف يعني ايه بتحطيه كده ما تتعامليش سلاما، لا بتقفي تناقشي لان وقتك اثمن، ولا تقفي تتخنقي لان صحتك واعصابك اللي بتفكري بيها، فكري بيها بدل ما تهدي وتكسري، فكري بيها في بناء نفسك وبناء غيرك. على فكرة احنا موجودين في الارض دي للاعمار مش للهد، لإعمار بعضنا، وكل واحد فينا عنده كمية طاقة هيحاسب عليها يوم القيامة.